اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الاكل مصري ولكن بطعم تاني. القلقاس بنعمله بطرق كتيره قوي، نعمله صينيه، نعمله يخلي، نعمله احمر، نعمله ابيض، نعمله بالطشه، يتعمل بالخضره بتاعه المحشي اللي هو الثلاثي المرح، بقدونس، كزبره، شبت. انا مسميهم الثلاثي المرح لان هم دولت في اي اكله سواء محشي صينيه محشي كرومب او محاشي مشكله او القلقاس بيدي طعم وفليفر لطيف جميل جدا. معانا النهارده السبانخه ونجيب السلق، وهي طبعا ورقه السلق بتبقى عريضه. ايه الفرق بين ورقه السلق وورقه السبانخ يا شفيق؟ ورقه السلق بتبقى عريضه وخضره، ورقه السبانخ صغيره وخضره، خضار داكن. ده الفرق بين الاثنين عشان لما نشتريهم من اي محل بتاع خضار. معانا النهارده متبل لطيف جميل جدا من المطبخ الشامي اللي هي البقسماط بالطحينه. هنعملها ازاي مع اللوز والجوز؟ هنشوف نعملها مع بعض. معانا عين جمل مطحونه وطحينه، هنشوف نعمل طبق متبل ازاي بالجوز. الحلو النهارده مطلوب مننا من خلال السوشيال ميديا كيكه الكاكاو باللوز لأطفالنا والطلاب اللي بيذاكروا والتلامذة واللي بيجتهد. اللوز بيعلي أوميجا 3 والكاكاو طبعا بيخلي الموت حلو، فنعمل كيكة بتجمع ما بين الاتنين اللوز والكاكاو. أنا مش عايز أطول حضراتكم لأن عندي تفاصيل كتيرة ومش عايز أضيع كلامه، بس عدينا ننفذ العمل النهاردة مع بعض مع طعم تاني، صينية القلقاس باللحمة والخضرة. معانا كمان متبل جميل جدا باللوز اللي هو عين الجمل، وكيكة الكاكاو باللوز. يا صباحو لوز. تعالوا نشوف هنعمل ازاي كيكة اللوز بالكاكاو. حاضر يا فندم. اه زي انا باخد بس السلق كده واخليه. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. حلو قوي. اول حاجه بعملها مقادير الكيكه على الشاشه. بساطه، سهوله، مرونه. تكتبيها ورايا على السريع. لوز مطحون، حلو قوي. كاكاو نص كوب، ومعانا كمان زيت نص كوب، سكر واحد كوب، حليب واحد كوب، ثلاث بيضات او اربع بيضات صغيرين مع اتنين كوب دقيق مع بيكنج باودر مع لا والفانيليا. تعالوا شوفوا نعمل الكيكه ازاي باللطافه والجمال. حلو قوي. ومعانا القالب اللي احنا هنحط فيه مقدار الكيكه بتاعتنا اللي هي باللوز. كيكه اللوز مطلوبه علشان اطفالنا الحلوين والطلبه اللي بيذاكروا، واحنا دلوقتي في ايام التركيز والامتحانات، يبقى احنا نعمل حاجه حلوه تغذي ولادنا وتديهم طاقة وفي نفس الوقت تخلي مزاجهم حلو قوي. قاعدة المغذي بتقول ايه في حالة خفق البيض؟ فاكرين ولا ناسيين؟ ان انا لما اجي اخفق البيض بحط عليه السكر، بيساعد على سرعة خفقانه جيدا ويعطينا القوام اللزج الجميل. دول اربع بيضات. حلو كده؟ فرصة بحط عليهم شوية فانيليا واحط عليه السكر. اشيل دي من هنا يا فندم؟ اخد هنا واشتغل. حاضر يا فندم. يا مدام زينب ازيك؟ يا اهلا يا شيف احمد، كل سنه وحضرتك طيب. الحمد لله رب العالمين، واسره مصبير بخير وحب وسعاده. الله يبارك لك يا ست الكل. الو. ايوه، وسنه سعيده عليك يا شيف احمد. على كل الساده المشاهدين يا ست الكل، الله يبارك لك. عمريني ربنا يخليك. انا بس كنت عايزه اقول لابن بنت خالتي خليل انور، ايوه، الحمد لله على السلامه، هو طلع من المستشفى، وابن بنت خالتي ساميه، اقول له يا حبيبي نورت الدنيا كلها والحمد لله على السلامه، وبنشكر حضرتك وبنشكر القناه، اسره القناه الاولى، وكل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه يا ست الكل، والحمد لله على سلامته يا رب، ويشفي كل مريض. اشكرك يا اختي. خدنا دول كلهم مع بعض، حطينا البيض مع الحليب والزيت والسكر. حلو قوي. معانا خلاص حطينا الفانيليا. انا بس بركب المواد السائله كلها مع بعضيها. انا عايزك تعملي كيكه حلوه كده لان في اسئله كتير على السوشيال ميديا، الكيكه بتهبط مني يا مغازي اعمل ايه؟ فطبعا دخلت عايد على كل الحبايب اللي بيتابعونا على السوشيال ميديا، فلقيت اسئله كتيره للامانه، وانا دايما بتابع يعني مع انشغالاتي ايا كان، ولكن لن اتنازل ولن اتهاون في متابعه حبايبي ومشاهدينا على خلال السوشيال ميديا. حلو الكلام؟ بتهبط ليه؟ انت ممكن تكوني بتعملي المكونات دي كلها بالتفاصيل، مش بتسيبي ثغره، بس في حاجه صغيره كده بتفوتك او بتعديك او بتسقط منك. ايه هي؟ البيكنج باودر
بتشتريه من شهرين ثلاثة أربعة بالمناسبة من رمضان، عندك موجود في التلاجة أو في الدراج بتاعة المطبخ، بتشوفي وتشيكي على البيكنج باودر. أشيك عليه إزاي؟ أنا اشتريت مثلا أو حتى شوية علبة تاريخ الصلاحية، الحاجات دي كلها. أول حاجة بتعمليها عشان لو أنت متأكدة إن البيكنج باودر بقى له وقت كبير عندك، بتحطيه في كوباية زي الفوار كده وتحط عليه مية عادية. فار معاك البيكنج باودر، اعرف ان هو بخير وسلام وهيشتغل صح. ما فارش، اعرف ان هو تاريخ صلاحيته انتهى او في رطوبة في المطبخ قللت الصلاحية بتاعته او مفعوله. ده بالنسبة للمادة الرافعة بتاعة البيكنج باودر، هو بتاعة الكيك دي مهمة جدا على فكرة علشان بتهبط مننا. هناخد اللوز بنحطه كده على البيض والمكونات بتاعتنا اهو، اصبح فيه لوز مع البيض، يا مزاج اللوز. حلو، ناخد الدقيق بتاعنا الجميل الحلو ده كده، نحط عليه البيكنج باودر. شفت البيكنج باودر اترش كده عليه، ونحط عليهم الكاكاو ونقلبهم كده. كاكاو بيكنج باودر بالشكل ده كده اهو. عايزه تزودي الكاكاو شويه مفيش مشكله، ده اختياري، ولكن انا مع اجيب نوعيه كاكاو جيده موجود في السوبر ماركت، انواع كتيره منها الرخيص ومنها الغالي الحلوه. مش بقول لك جيبي الغاليه او جيبي نوعيه جيده، حلو، دون ذكر الاسماء علشان دي طبعا هي بتكون الاساس في طعم الايه الكيك. ما عندكيش كاكاو ممكن تجيبي الشوكولاته وتبشريها وتحطيها مع الدقيق. نبدا نحط كده، الله، موضوع سهل خالص. عملت كيكة بالكاكاو واللوز وبنفس المعلقة أقلب مش بالمضرب، دي معلقة خشبية ممكن أقلب بيها، صالحة لتقليب السوائل. القالب جاهز والقالب غالب، درجة حرارة الفرن يا شفيق 180 جاهز، استعد عشان لو انت رايحين على الفرن. الله، موضوع لطيف خالص وجميل زي الفل. تاني عملت ايه؟ المواد السائله خفقتها مع بعضها كلها، البيض مع السكر مع الحليب مع الزيت. اول حاجه بدات بهم البيض والسكر عشان اتاكد ان مزيج البيض كله بقى سائل واحد. شايفين قطع اللوز؟ جبنا تفاصيل اللوز في قلب الكيكه، يا مزاج اللوز يعني اوميجا 3، يعني مش هننسى اسم الحبايب والغاليين علينا. لوز فايدته ان هو بيعالجنا من الزهايمر. حلو الكلام. ناخد القالب بتاعنا نوسع الدنيا كده عشان الاساتذه المصورين حبايبي. الفرن احنا مأمنين عليه زي الفل، اللهم صل على النبي اهو. قالب بقى، طب ليه عملته قالب كده يا شيف؟ ليه فكره انا بقى تاني، ايه هو؟ ان بعد ما تستوي هتطلع كده زي ما هي، بعندي شويه فواكه فروت سلط بقدمها بقى بشكل شياكه بقى. عندنا الفواكه الشتويه بقى البرتقال واليوسفي، وعندك عنب، عندك جوافه، الفواكه اللي موجوده تجيبي تقطعها فروت سلط وتحط عليها شويه عسل، يجي على ايامنا كلها عسل ولا امين. ونحطها فين؟ مكان التجويف بتاع القالب اللي احنا هنشوفه دلوقتي بعد ما تستوي. تبقى انت عملت كيكه بالشوكولاته او بالكاكاو واللوز والفواكه كمان. حلو الكلام. اي فواكه بقى مش لازم يعني. حلو، تسمحوا لي اخد المقدار كله عشان حرام نسيب ده. اوعى تقلبي بواحده فيها بصل وتوم، خلي بالك الحاجات الصغيره دي تفرق. يجي جوزك ياكل يلاقي الكيكه ريحتها توم وبصل، جايه منين ما انتش عارفه، نسيتي وقلبت بالمعلقه اللي فيها توم وبصل. زي انا ما بشتغل كده، مفيش تبذير ولا حاجة. حلو، وناخد الباقي كده اهو زي الفل. تمام، كده انا خدت كل حاجة. دي بقى ما يتقلبش عليها بمعلقة، بهزها كده هزة، هز يا كاكاو اهو. درجة حرارة الفرن عندي 180، المكان بتاعها فين هنا؟ اللوكيشن بتاعها فين؟ حد يقول لنا بقى. هنمسك، الله عليك حبيبي، شاطر. بصوا الأستاذ مصور سبقني وقال لي تعالى.
ده المكان بتاع الكيكه عشان تطلع معاك صح. اللي بيسالوا على السوشيال ميديا الكيكه بتهبط مننا، بنيجي ناكل منها بنلاقي منها جزء مستوي وجزء مش مستوي، بنلاقي قلبها طري لسه. كل الحاجات دي انا بشوفها على السوشيال ميديا. بصوا تاني على الفرن، لو انت عندك الفرن الكهرباء ده مكانها على ارتفاع 3 سم من ارضيه الفرن. لو انت عندك فرن غاز عادي بنفس الطريقه، بتشيل الشبكه وتحطيها على الشبكه بتاعه الفرن الارضيه، بالشكل ده كده. يلا نقفل الفرن. التايم بتاعنا بالحجم اللي موجود ده كده عايز لها من 30 ل 40 دقيقه، ما تفتحيش الفرن غير بعد 20 دقيقه. اقفل يا سمسم. ننتقل الى موقع اخر، الفرن. صلي على الحبيب، هنا قلبك يطيب، صلي في قلبك. شوف الحلاوه اللي في الفرن، نطلع الحلاوه ولا نخليها؟ يا طيب ايه ايه ايه، نعم حاضر، قول لي اقلبها. طب يمكن محروقه، اعمل ايه؟ عيط حد ينفعني؟ لا، نبص عليها كده ونشوفها، والمال الحلال ربنا مبارك فيه. والله مش محروقه والله، بس وقت تبرد شويه يا شباب، المصورين فرحانين فيا. مش معروقه والله العظيم، يا معروقه واقسم بيه فله يعني. لا يا عم مش محروقه والله العظيم، ده انا بهزر. حلو، نعمل ايه؟ هنعمل حاجه لطيفه قوي، هنعمل كده. اللهم صل على النبي. ابا ساحر يا مغازي، ساحر يا مغازي. لسه جيب الصوره الحلوه دي بقى، جيب الصوره الحلوه دي كده بقى، وصل على الحبيب. هو ده. لا هو هنا، انا قصد هنا في التفاصيل، هنا في التفاصيل دي. بالكاكاو يا غالي، بالشوكولاته، هي شوكولاته فواكه فروت سلطه في قلبيها كده. انت بتتوجيها بالايه؟ بالورد. حط عليها عسل، ماشي. انا شخصيا احبها كده تبرد، اقطع منها شرايح وبالف انا وشفا. رؤية وجمال على شاشة القناة الأولى، فن إبداع كل يوم بنشوفه من مزبيرو. منين يا عم الشيف؟ من مزبيرو. We'll be right back.